مقطعنا لليوم بيكون فيه 6 اختبارات بنختبر فيها الشخص هذا يا جماعة، وبنهاية المقطع بنشوف هل حيقدر ينضم لنا وينجح بالاختبارات ولا لا. وطبعا هذه 6 اختبارات بتكون ثابتة ومفتوحة للكل، الكل يقدر يرسل لي على الانستغرام، روح لانستغرامي تقدر ترسل لي اذا عمرك 17 سنة وفوق، وتقدر تتقدم للاختبار هذا ونشوف فيه قدراتك لانه الكل مفتوح له الشيء ذا. فحيكون بمثابة تحدي ضد المتابعين، وبرضه الشخص المميز نرحب به في القناة وينضم معنا. وطبعا احنا يا جماعة في المدينة المنورة، اللي مو عارف فلازم تكون انت في المدينة المنورة، ويلا نبدأ. هلا والله يا جماعة الخير، واليوم مقطع مميز جدا جدا، وأباك يا كوتش تكون معي من هيئة كبار الحكام، أبغاك تشغل الحنكة اليوم، أبغى الحنكة كلها تطلع. أيوة مركز ألف. اليوم معانا يا جماعة لاعب انمدح من مدربين كثير، تقريبا عمره 17 سنة ولكنه يقولوا أنه وحش في الملعب. ليتس جو نشوف مين اللاعب هذا. يلا يلا. وأول تحدي عندنا يا جماعة هو تحدي التسديد من 3 مسافات مختلفة. حيبدأ عيسى من الأقرب، هنا عنده 3 كرات، 3 كرات، 3 كرات، 3 كرات، بمجموع 9 كرات. خلونا نشوف كيف مستوى عيسى بيكون. Let's go. سلام. ما شاء الله يا جماعة صاروخ. يا سلام. هدف هدف هدف. ايوه ايوه هدف. هدف. حلوة والله. دقيقة خليني نشيك على صدري. دخت يا ولد. تمام. جاني فلاشات. لا لا تمام تمام. صلاة على النبي. رغم انه يا جماعة شوف لو تلاحظوا يعني يعتبر نحيف، بس ما لها دخل بالنحف، لها دخل باللي يعرف يلعب كورة. ايوه ايوه. كويس كويس كويس. بس ما جت هدف حرام. يلا. ركز ركز تكفى ركز. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه مستحيلة. هدف بجدارة يا رجل. هدف. صار سجل 3، رغم اني يا جماعة صديتها بس دخلت كثر ما هي قوية، يعني من اقوى الارجل اللي تشوت علي في يعني في حياتي ما شاء الله على العمر ذا، ما توقعت اطلاقا. وربي الكاميرا شكلها انكسرت، جت في الكاميرا اللقطة حيشوفوها الجمهور حيخافوا. حلوة حلوة. حتى اللي في النص صعبة. يا عيسى شوت على المرمى، لا تشوت علي تكفى. صدق لو ما احمي نفسي بروح فيها ما شاء الله عليك. ما توقع. طبعا يا عيسى بالتحدي الاول جبت فيه 3 من 9، بس والله كل تسديده كانت جدا جدا صعبه. والله حلو. ولو تسديداتك جايه في الزوايا بتجيب اكثر كقوه، فل كركن، بس كذا تك التركيز وبتكون افضل بمليون مره. الحين يا جماعه نروح للتحدي الثاني، بيكون معقد تكه شوي ولكن بيقدر يسوي فيه مستوى ان شاء الله اسطوري. ليتس جو. يلا التحدي الثاني يا جماعه، عيسى بياخذ فيه سبرنت 20 متر وعلى نفس السرعه بيشوت علي كوره، يعني حرفيا انهاء من لمسه وما ينفع يبطئ بالسرعه ابدا، على نفس السرعه وبيشوت مع 6 تسديدات ولازم يجيب 3 فاكثر عشان يتخطى التحدي. ليتس جو نشوف. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شايفين وحش. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام وحش. ليتس جو. يلا جيب 3 فاير. يا سلام. وحش. وحش وحش وحش. باقي تسديدتين يا جماعة، يبيلك تركز تركيز فظيع الصراحة. طب المس يدي ساخنة. شفت التصدي يدي يا جماعة مرة حارة وربي حارة مرة حارة. انت شفت التصدي ولا لا؟ شفت رهيب كذا كذا. شوف والله خطير. ليتس جو. يا سلام يا سلام يا سلام. برضو صدتها الكاميرا يا جماعه. حلو حلو. بس بعد المقطع ده اخر كوره، انتبه اخر كوره، ركز اجيبها اجيبها. تقدر الاخيره هذه ترى. روح اقوى ما عندك كل شيء. حرام عليك. يا عيسى تكفى. انكتمت والله. شايف الفوبيا ذي اللي اقول لك عنها؟ اخاف تجي كوره في صدري وانكتم. عيسى ما شاء الله سواها. يا
عيسى تكفر اركنها يا اخي اركنها حطها زاويه ما شاء الله ما شاء الله لو بتحط زوايا كلها وربي لو يحط زوايا كلها اهداف كلها اهداف صعب اي حارس يصدها من جد من جد التحدي هذا يا جماعه بيكون مركب شوي طبعا بيكون في دربل وسرعه وتوازن بيعدي عيسى يا جماعه من الثلاثه ذول الثلاثه عصي ذول ولما يعدي منهم برمي له كوره من عندي بيستلمها ومع لمستين لمسه استلام ولمسه تسديد ولو عيسى من لمسه واحده يعني من اول ما رميت له الكوره شاتها وجت هدف يحسب بهدفين طبعا عشان يتخطى التحدي هذا لازم يجيب ثلاثة فأكثر ثلاث نقاط فأكثر من ستة جاهز يا عيسى يمديك تخاطر 1 2 يوهو يا جماعة طبعا في حال انه جت الكرة قريبة كذا لانه خطأي انا رميتها قريبة فتحسب له هدف يا سلام عليك ذكي حلو حلو هدفين يلا ركز يا لعيب حلو 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 ايوه كذا يا رجل شفت ولا اتكلم بصراحه مع ان الرميه كانت ضعيفه استقبلها وشاطر وحطها صار اي والله حطها الصراحه كوتش انا سبتها احسبها برا 3 من 6 يا جماعه اول 3 تسديدات على طول يتخطى الاختبار عيسى باقي لك 3 تفنن فيهم يلا 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 يا سلام يا سلام يوه عيسى بيجرب من لمسه عارضه عارضه التسديد الهوائي كانه هالاند رغم انه تخطى الاختبار الا انه مقهور رغم انه تخطاه ما شاء الله عليه ليتس جو يا جماعه ندخل بالتحدي الرابع وبنشوف مهاره مختلفه عند عيسى ليتس جو 3 2 1 جو خمس ثواني نص المدة ما شاء الله يا جماعة مشي بتكنيك مرة ذكي سويت له باس طبعا بس ودي أشوفك بمحاولتين ثانيات لعلك تكسر الرقم ذا يا جماعة سوى بطريقة أنا اعتقدت أنه يمشي برجل اللي هو رجل برجل 1 2 3 لا هو مشي كذا كده اسرع كده اسرع كده مشي كذا يا ولد المده صارت تافهه جدا طب اسمع اكسر المده ذي اتوقع انك تقدر 4 ثواني و73 جزء يقدر 3 2 1 جو يا سلام اعلى من المده بتكه 5 ثواني عشان وقف وقف بس كفو جاب بس هو لا هو جابها بالراحه جاب نص المده ادي كمان واحد يب محاوله ثالثه 3 2 1 جو حرام بس خلاص نكتفي بهذا القدر جابها ب4 ثواني و73 جزء وانا كنت اقول له وحسيت اني مصعبها لو جبتها لازم ما يتخطى 9 ثواني هو جابها بدون ما يتخطى وانا كنت اقول له لا خليها 10 ثواني ايوه الكوتش كان يقول لي خليها 10 10 قاعد لانه يا جماعه التكنيك اللي مشى فيه ما شاء الله مره مره ذكي الحين يا جماعه نروح للتحدي الخامس ليتس جو والتحدي الخامس يا جماعه طبعا هذا يشرح لك ظروف بعض المباريات ممكن تاكل اصابه او ضربه ما تكون مره مركز يا جماعه عندنا قمع وعيسى بيلف حول القمع 3 لفات وبيشوت علي من لمسه واحده بس يعني ما يثبت ما يقدم الكره ابدا ومعه 5 تسديدات لازم يجيب 3 فاكثر خلينا نشوف ايش بيسوي عيسى حلو 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 والله حلو حلوه مره حلو 3 يا سلام اوه علقت تكفى سلام والله حلو صبري عدت من وراك ترى ودي احسب لها انا احسب انا احسب لانه احتمال تكون دخلت اصلا لا هي ما دخلت بس جات من ورائي والصدق انها برضو المرمى صغير شوي فانا احسبها الصراحه باقي لك 2 جيبهم كلهم ركز ركز 3 ركز من اول اسمك
والله يا جماعة صوروه كان منحوس جدا الصراحة، جاب عارضه وكانت تسديداته مرة حلوة. باقي التحدي الأخير، لازم يفوز التحدي الأخير، وأعتقد أنه بيفوز، يقدر. ليتس جو يا جماعة، ندخل التحدي الأخير. والتحدي الأخير يا جماعة ممكن أول مرة تشوفوه في القناة، وحيكون الصراحة صعب شوي. طبعا عيسى بيكون عنده 3 سبرنتات، أول سبرنت بياخذه ويقطع نص الملعب نحسب المدة بالضبط، ولازم السبرنت الثاني أو الثالث يا جماعة يكسر المدة اللي جاب فيها السبرنت الأول. أتمنى أنكم فهمتوني، لازم يكسر رقم خلال المحاولتين ذي، فحتكون شوي صعبة، ولكن أنا مؤمن بقدراته لأنه ما شاء الله عليه، أتوقع أنه سريع خفيف إيه، ولأنه طويل وخطوته واضح أنها عريضة، يديها سبرنت الأرض. ليتس جو نشوف إيش بيسوي عيسى. يلا يلا عيسى. 3 2 1 جو. يا سلام يا سلام يا سلام، 3 ثواني و92 جزء يا كوتش. شوف يا كويس كوتش، تقريبا هذه 30 متر يا كوتش. اذا 30 متر ما شاء الله جابها باقل من 4 ثواني، فهذا دليل على انه سريع مره الولد. اي ما شاء الله سريع مره، لانه انا جربت اني اخذها سبرنت، وانا كحارس ترى انا اعتبر سريع، جبتها ب 4 ثواني ونص، فهو اسرع مني. طبعا يا جماعه بالتحدي هذا انا بعطيه باس، لانه ما شفت مده زي كذا، بس ابغى يشد حيله. التحدي هذا باس يا كوتش، فاز. ابغاك تشد حيلك، تكفى ركز. 3 2 1 جو. كسر المدة يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله، 3 ثواني و41 جزء من الثانية يا جماعة، كان أسرع بنص ثانية. احتفالية احتفالية احتفالية، أبغى تحاول محاولة. شفتوا قاعد يسوي احتفالية. بس احنا قايلين إنه من بعد أول محاولة أنت عديتها، بس ما علمتك، أبغاك تشد حيلك لأنك ما شاء الله. جيب الأخيرة. صبري معليش، أبغى آخر محاولة تنزل معاه. أنزل معاه ويوسف. لا 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 أنا مصاب. لا يوسف مصاب. أنتم ليش تبي تورطوني؟ يلا بس أسرع مني يا طلال، أبغى أشوف كم الفرق. أوكي. 3 2 1 جو. لا يا صبري لا. كمل 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 ما شاء الله. سريع يا ولد ما شاء الله صاروخ. انا عارف انا جبتها يا جماعه، ما قدرت اكسر الاربع ثواني صدق. فاز بالتحدي هذا ويا جماعه فاز معانا عيسى، 3 تحديات من 6، ونقدر نقول له كونجراتوليشنز، مبروك، خلاص معانا يا جماعه بيكون في القناه. طبعا يا جماعه انا تقصدت اني اجيبه لملعب مرمى صغير، ولكن ما قلت له الكلام هذا لانه هو اختبار بالنسبه لعيسى مو لي انا، فلازم يكون مرمى صغير عشان يكون اختباره اقوى، لانه باقي المقاطع ان شاء الله بيكون المرمى فيها اكبر بكثير، فبتكون اصلا افضل من المستوى هذا بكثير. ويا جماعه ترى انا شفت له فيديوهات قبل لا اجيبه، يعني انا اعرف مين جايب اوريدي. طبعا احنا يعني لما انت تبغى تقدم وانك تجي تشوف مستواه، لازم يكون عندنا فكره عنك، يعني ما ينفع انك تجي فجاه وتقول لي بجرب نفسي. هو يا جماعه ما شاء الله متخصص فاولات، ترى انا كل اللقطات اللي شفتها له تخصصه بالفاولات يا جماعه. طيب يا جماعه كذا وصلنا لنهايه مقطعنا، لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا في القناه، وبرضه تتابعوا حساباتنا تحت في الديسكربشن، وبرضه لا تنسوا دقيقه الاسئله بالنهايه. نشوفكم على خير. سي يو. سلام.